حسين الناجي وهو مرشد التربيه غير النظاميه في مركز اي تيو بين جماعه ولاية اقليم ازيلال منذ 4 سنوات منذ سنه 2011. فمنذ التحاقي بهذا المركز جئت انذاك لم يكن هناك لم يتوفر ادنى تجهيزات لا الكراسي ولا السبوره ولا الادوات المدرسيه، فاستطعت انا والساكنه بجمع حوالي 40 مستفيد ودفعنا بطلب الى نيابه اقليم ازيلال للحصول على الكراسي، وتمكنا بفضل نيابه اقليم ازيلال وبفضل جهد الجمعيه جمعيه الصداقه للتنميه المحليه المستدامه من الحصول على بعض التجهيزات، حتى وان كما ترون التجهيزات فهي لا تلقى بمستوى المطلوب، ومثلا كما ترون مثل السبوره ونصف سبوره هناك والكراسي قله الكراسي خصوصا في لما يكون التلاميذ كثر، فان كنا انذاك مثلا 3 تلاميذ في كل كرسي، وهذا العام خصوصا عانينا كثيرا لان لم نحصل على ادنى مستوى او ادنى ادوات مدرسيه، لا الاقلام لا الضفاطير لا الكتب المدرسيه، فكل شيء نفعله شفاهيا، فكيف لهذا التلميذ والحرف مثلا كمستوى الاول الحرف يؤخذ ب3 طرق مثلا باللمس وبالرؤيه وبالسمع، ولم نحصل على الطباشير ومشاكل كثيره، واكبرهم هي توفرنا على قاعه يمكن يعني تأوينا، فكما ترون اننا ندرس في مسجد، وخصوصا لما يكون الامطار فنصف الاخر مثلا مسطح بالاخشاب. كنور رغم كنا غراو مولو يعرف المدرسه دار تحايا الوسيف. حنا بينا نقراو مي بعض المرات كيكون الشتاء، يعني كنكونوا محاصرين على الدراسه ديالنا. ولا غارس ما سكت نزري دار تحايا الوسيف. ما كاينش الطريق منين ندوزو الا كاين الشتاء اولا كاين الواد. داخل كنقرا بعض المرات كنقراو حتى كيكون الشتاء، يعني ما عندناش الظروف ديال الدراسه، يعني ما كنكملوش الحصه ديالنا في الدراسه.